احد المساهمين اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي انه يكون موجود معنا في هذا الجورنان، واللي انا حقيقه رحت له بناء على نصيحه صديق واخوه. هذا المساهم الان ما هوش موجود معنا في القاعه لانه للاسف اصابته وعكه صحيه، هو اعتذر في اخر لحظه وحالته عنده شويه وعكه صحيه، ان شاء الله يقوم بالسلامه. هو رجل قانون، رجل فكر، رجل نقابي لا علاقة له بالمال والاقتصاد، ومع ذلك بعد ربع ساعة من البرزنتيشن أنا عملته وقف البرزنتيشن وقال لي أنا معاك في هذا الجورنان. هذا الرجل هو الأستاذ الكبير رجاء عطية، هو مش موجود، ومعنا الأستاذ شريف عطية. أخو رجاء يتفضل يتسلم، يا ريت الدرع الخاص.